الحمد لله اهو خد محاوله ثانيه كونتينيو. بصي الجهاز اخرس من ديني ولا من ديني هو اللي قال. الحمد لله والنبي انا ما عايز اكتر من كده. حمايه ماله يا معالي؟ ما تخافيش انا هسفره وتعالج بره. ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ما هي مفسره نفسها. اسمع بقى يا وليد، انا من النهارده مش هينفع اشوفك تاني عشان دي رغبه ابويا. اخسره يعني عشانك؟ الحمد لله على السلامه يا بوب. بقى انا عايزك تطلعي الاولى. انا عايز المدير حالا. يعني اسيب بنتي 10 دقايق ارجع عليها معيطه؟ فين مدرس الحيوان اللي شتمها؟ ايوه ممكن يا فندم ناخد رفد من غير ما احضر وشوشره. في أميرة جميلة اسمها. شغل إيه بس يا بنت اللي جاي من في وقت زي ده؟ بقول لك إيه، أنا دلوقتي بقيت مديرتك، يعني تسمع كلامي من غير ما تجادل. شغل عالي يا معالي. امال ايه؟ كل سنه وانت طيب. بس نبيل ما لحقش يحضر عيد ميلادي بتاع الاسبوع ده. ده مش عيد ميلاد فسكونيا ما انا كنت بتعملهم قبل كده. ده عيد ميلادك اللي بجد، ولا انت نسيت؟ هابي بيرثداي يا بوبي. قلتها صح؟ هو البي والبي منتحلين شخصية بعض، بس انت اي حاجة تقوليها صح يا معالي. وانت عيد ميلادك انت؟ صدقني لو قلت لك ما اعرفش. كل اللي اعرفه بس التاريخ اللي مرمي في شهادة الميلاد اللي هو مش حقيقي. طب ايه رأيك لو عملنا عيد ميلادك في اول يوم اتقابلنا فيه؟ فاكرة؟ ايوه فاكرة. ديل. يلا عشان طفي الشقة. يلا. شركة معالي علي القلة؟ ايوه يا فندم. دي معالي وانا علي ابوها. خير؟ معانا اذن بالقبض عليها بسبب التهرب الضريبي. ليه؟ 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 انا ما عملتش حاجة. اتفضلي معانا. بوبي هو انا عملت ايه؟ بوبي هو انا عملت حاجة غلط تاني؟ يا بوبي بوبي انت هتسيبهم ياخدوني؟ يا فندم خير يا شباب. هتتحول على النيابة بكرة. بس خليني اعمل محاولة كده مع المأمور الأول. ما تخافيش يا معالي مش هسيب. خير. يخلى سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها على دفع كفالة قدرها 250 ألف جنيه. بس سيادتك يعني المبلغ ده مش متوفر دلوقتي. طب خلاص. تبات معنا خميس وجمعة لحد ما توفروا الكفالة. اه. باشا في واحد اسمه وليد الحسين عايز سعادتك بره. خليه يتفضل. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا وليد على المبلغ الكبير قوي اللي أنت دفعته ده. هو أنا معقولة سبيت محبوسة ليلة واحدة؟ معالي. سبقني على العربية. أظن دلوقتي كده خلاص. بنتك هتبقى معايا. عايزك بقى تعد من بكرة 9 شهور عشان هتبقى جد. بس في الحرام.
ادخل. استني انا هاجي معاكي. انا ليه حق انك تديني فرصه اتكلم معاكي؟ سيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي. ولا ليا الحق ان انا ارفض اديك الفرصه دي. علي اللي هو بيخاف عليك بجد وبيحبك وافق ليه انك ترجعي الكباريه فكري شويه. ولو ان مالكش فيه بس هو قال لي اعملي كل اللي انت عايزاه لحد ما نتجوز الاسبوع الجاي. قصدك لحد ما ياخد منك اللي هو عايزه الاسبوع اللي جاي؟ صدقيني مش هتشوفي وشه تاني. بقول لك ايه يا علي؟ ممكن اعرف انت ليه مثلت عليا طول الفتره اللي فاتت دي؟ انك بتحبني وبتخاف عليا؟ طب ممكن اعرف انت ليه رجعتني تاني بعد ما طردتني؟ لو جاوبتني بس على السؤال ده انا مستعده امشي معاك وارجع البيت واعمل كل اللي انت عايزه. هتعرف تجاوب؟ موضوع الأب وبنته ده خلاص خلص. إنما بقى لو أنت جاي النهارده عشان تتفرج على الهز فالهز هيبدأ كمان 5 دقايق. يلا انزل بقى الصالة عشان تلحق لك مكان وسط الرجالة. أصل الصالة بتشغي تحت. بوبي زي كل البنات بيخرشي عليه وهو بيغير علي ولا لما بيمسخرني لما عبك قدام الناس. والله خلاص بقى ليا ظهر بيحبني ويخاف علي. مش مصدقة انه كاتب كل ده باسمي وانا والله ما عايزة حاجة. انا مش عايزة حاجة غيره هو بس. انا معالي علي القلة وبتعايق بيه وحفضل فشخورة بيه طول عمري. احبك يا علي يا قلة. بحبك يا ابو معالي. شهاب احنا لو بعنا البيت والعربيات ممكن يسدوا اي حاجه ويخرجوا معالي من المصيبه دي. هو الحاجات دي كلها باسم معالي قانونا محجوز عليها. طب والحل؟ في حل اعتقد انه مفيش غيره. البنت ماهي المجنونه انت ممكن تتجوزها وناخد فلوس. كفايه وسخه بقى يا نبيل. مش قادر.
أنا عندي مستثمر ممكن يشاركنا، هو الوحيد اللي عنده استعداد يدينا فلوس مقدمة نحل بيها المشكلة، بس هو له شرط صعب شوية، إنه يمضيك على وصولات بضعف المبلغ لحد ما عالي ما تمضي العقود ويرجع لك الوصولات تاني. لا 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 يا شهاب، أنا مش موافق على كده أبداً. الوصولات يا علي يعني ما فيهاش هزار، فيها سجن على طول. ما تضيعش نفسك يا علي. وآدي آخر وصل. أنا آسف يا أستاذ علي، كان لازم أعمل كده عشان أضمن حقي. حقك طبعاً. مبروك، مستنيكم قبل ميعاد الوصولات عشان نمضي العقد. شكراً. نورت. مع السلامة. مع السلامة يا فندم، شرفت حضرتك. علي الحق، وليد خد معالي على اوضه في فندق وتقريبا هينفذ اللي احنا قلقانين منه. علي شويه. اخيرا انا مستنيك تجيلي بقالي كتير قوي. وديني جيت. ده انا هوريكي جو رومانسي عمرك ما شفتي زيه في حياتك. وده فين الجو ده؟ في الاوضه. تعالي اوريكي. واحده واحده. في ايه يا علي؟ واحده واحده. علي علي استنى يا علي. علي يا علي انت شويه بقى. فين يا عم ام الاوضه؟ الاوضه اللي جايه على الشمال. علي النبي يا علي انا عارف وعذرك، انت دلوقتي بتفكر انه بيعمل مع بنتك اللي بتعمله ببنات الناس، بس اسمعني علي. هو انت فاكر ان عيل زي ده عارف يضحك عليا؟ انا من اول مره شفته فيها وانا هرشاه وعارفه هو عايز ايه كويس قوي. اصل ربنا يكفيك بقى شر دماغ الستات لما تشتغل، وانا شغلت دماغي وعرفت انك زيك زيه علي. معالي دي حكايه قديمه، واعتبريني حلتها خلاص وتعالي ننسى اللي فات. يا اخي انا كنت قلت خلاص، ربنا رزقني بقى وعوضني باب حنين، واول ما اتعشمت فيك طردتني. قلت يا بنت الحمد لله، اعتبري نفسك حلمتي حلم بالغلط. لكن ازاي ده انت حتى استكترت عليا النحله. وبعدين انت مالك قافش على وليد قوي كده ليه؟ ما انت زيك زيه، كلكوا صنف وسخ، اب بقى اخ صاحب ما تفرقش. تخيل الرقاصة اللي محدش قدر يضحك عليها ولا يشتغلها. أبوها عارف يعني. طب اديني فرصة اثبت لك ان كلامي صح، اني اصلح كل اللي فات. احبه بيها. بعدين يا علي هنعمل ايه؟ ولا حاجه يا شهاب، خد الفلوس اديها للراجل وهات منه الوصلات. خد الفلوس دي يا شهاب، بكره الصبح تروح تسددها، بس مش للراجل، سدد بيها اللي على معالي، تخرجها من اللي هي فيها، هي ملهاش دعوه. يعني ايه يا علي؟ انت هتتحبس مكانها. احسن ما احبس بنتي يا نبيل. انا مسؤول عن الموضوع ده من اوله لاخره، هو ده اللي كان المفروض يحصل من زمان، هو ده الصح. بتشوفه يا علي؟ اي خد حبيبة بابا زعبولة، أمورة بابا زعبولة، كتكوتة بابا زعبولة، تنورة بابا زعبولة. جبتك نيلة بنت مهزقة ملهاش كلمة صحيح. مبروك يا أولاد، ربنا يتمم بخير. مبروك يا زبالة. عمي مبروك يا زبالة حبيبي، عامل معاك واجب النهاردة عشان خاطر دخلتك. مخويات؟ لا شامبو عشان تستحمى، ريحتك نيلة. انت علي القلة العريس؟ لا انا ابو العروسة. اشجان العروسة؟ العريس اشجان انا، بس بيدلعوني باللي يا زبالة. لا حول ولا قوة الا بالله. حطوا ايديكوا في ايدين بعض. مد ايدك يا اشجان في ايد حماك. قول وراي. زوجتك موكلتي معالي علي القلة.
زوجتك موكلتي معالي علي. دلوقتي 10 ليه؟ مش عارفة ياسمين تأخرت كده ليه عند الكوفير؟ الله يعني مش دي ياسمين؟ انت هتستقبل يا علي؟ دي ميرفت. شفت بقى عشان ما بترضاش تخرج مع أصحابي مش عارفهم من بعض. ما هم شبه بعض يا حبيبتي أعمل إيه طيب؟ الحقني يا نبيل دي بتسألني على ياسمين. ياسمين؟ ياسمين تلاقيها عند الكوافير، ما أنت عارف دلع البنات ولكعتهم بقى. أهي جت أهي؟ أهي جت أهي. أنسة ياسمين أهلاً عقبالك يا حبيبتي. احنا كنا مستنيينك. ممكن اطلب منك